ظريف صديقتي، مدحت لي باللي بتعمله كتير، حكت لي قديش عرضك كان مميز وكيف خليت الكل يتصرف على كيفك انت. روح، قالت لي كمان انت بتقدر تخلي اي حدا يعمل مثل ما بدك، وهاد المطلوب واللي بدي تعمل لي اياه. هالمرة الفرق الوحيد مانك على المسرح، بدك تساعدني؟ هالناس بيهموني. هاد شغلي. قصدك بدك يعني اقدم عرض؟ هاد فن يا مدام، وما بقدر اعملها بالاماكن العامة. انا بعتذر منك. فيكي تمشي. باي باي. بس اسمع، شو فائدة هذا الفن إذا ما كسبت مصاري؟ بدفعلك يلي بتقبضه بست شهور مقابل شغلك عندي ليوم. هيك بكفي مو؟ بس يا مدام ما بدي وقع حالي بالمشاكل. نوب بنوب، لا تخاف، المطلوب تقدم العرض مثل العادة وبعدين بيعملوا يلي بدي اياه. هذا الموضوع، اول وحدة وهي الثانية وهي الثالثة، فهم منيح شو بدي اقلك. اوعك تخربط، عم تفهمني؟ يعني بدك يعني يضل عم الهيهن وما يتركوا هداك المكان لحتى يجي فير لهني، وهو رح ياخد تشافي ويمشي وما حدا فيه يمنعه. حلو، هاد بيكون زوجي وهي بتكون بنتي، لهيك انتبه، ما بدي حدا منهم يتأذى. قريباً انتي وأكشاي رح تفترقوا على طول للأبد، كل العمر. برجيتا، لبين ما يوصل فير لهونيك كلهم تقريباً رح يكونوا نايمين بفضل هالمهرج الصغير.